حتى يتبين لهم أنه الحق. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أحببت اليوم أن أعيش معكم رحلة من التأملات في آخر آية نزلت من القرآن. القرآن له طريقة عجيبة في ترتيب الآيات وطريقة النزول، يعني حيث نجد أن أول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أو أول آية هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، أول آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الآية وضعت حسب ترتيب المصحف، عندما راجع النبي صلى الله عليه وسلم المصحف للمرة الأخيرة مع الصحابة رتب هذه السورة، سورة العلق، في أواخر القرآن، يعني رقمها 96 من أصل 114 سورة. وآخر آية نزلت عليه، آخر آية نزلت من القرآن وبعدها مباشرة انتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سبحان الله، كأن هذه الآية تلخص لك ما نزل على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة، هي مدة نزول القرآن، لخصت لك الدنيا والآخرة وكل شيء. سبحان الله، وسنرى عمق هذه الآية الكريمة. هذه الآية نزل بها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يضعها في سورة البقرة. سبحان الله، مع العلم أن سورة البقرة نزلت بالمدينة المنورة، أول سورة نزلت عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة هي سورة البقرة. فأمر جبريل سيدنا محمد أن يضع هذه الآية في سورة البقرة وفي أواخر السورة وبين آيات تتحدث عن الإنفاق ليعطيك أهمية الإنفاق، ليقول لك أيها الإنسان أول ما تتحسر عليه لحظة الموت أنك لم تنفق في سبيل الله، أنك كنزت هذا المال وبنيت وتعبت وحصلت، ولحظة الموت تندم على كل شيء جمعته ولم تنفقه في سبيل الله. ماذا قال تعالى؟ انظروا أيها الأحبة، القرآن كله مترابط، يعني لا تستطيع أن تفهم آية بشكل مستقل، يجب أن تنظر إلى القرآن نظرة شاملة حتى تستوعب ماذا يريد الله منك. لماذا قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ لماذا هذه الآية لم توضع في آخر القرآن مثلا؟ لأنها آخر آية نزلت، وضعت بين آيات تتحدث عن الإنفاق والصدقة. وقلنا نحن في دراسة عرضناها مؤخرا أن الإنسان الأكثر سعادة هو الذي ينفق المال وليس الذي يأخذ المال، وأثبتوا ذلك من خلال قياس نسبة أو كمية هرمون الدوبامين ومجموعة هرمونات السعادة في الدماغ، وجدوا أنها أكثر لدى من ينفق المال أكثر ممن يأخذ المال. لأن دائما أيها الأحبة الذي يأخذ المال يشعر بالذل نوعا ما، الذي يتصدق عليه يشعر بالنقص، شيء طبيعي هذا، الذي ينفق يشعر بسعادة غامرة
لأنه أنقذ حياة إنسان، أطعم إنسان، عطف على إنسان، ساعد إنسان، يعطيه سعادة غامرة. لذلك علماء الغرب اليوم يقولون إذا أردت أن تحصل على السعادة فيجب أن تنفق المال. فتجد أن بعض من جمعوا المليارات على مستوى العالم بعد هذه الدراسات بدأوا ينفقون أجزاء كبيرة من ثروتهم، تصل إلى 99% بعضهم أنفق من ثروته على أمل أن يحصل على السعادة. يعني شيء غريب والله أيها الأحبة. فأراد الله عز وجل أن يقول لك احذر، أنت الآن في الدنيا تستطيع أن تنفق حتى لو كنت مفلسا. الابتسامة في وجه أخيك صدقة، وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة، أن تمسح على رأس يتيم هذه صدقة لك، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه صدقة لك سبحان الله. أن تتحدث بكلمة طيبة ليس فيها خسارة، كلمة طيبة تقولها لإنسان، تقولها لزوجتك، لابنك، لجارك، لزميلك في العمل أو الدراسة، كأنك تصدقت بالمال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والكلمة الطيبة صدقة. لذلك الله عز وجل أكد هذا الكلام، قال سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة. انظروا أيها الأحبة، قول يعني كلام، ولكن كلام طيب، ومغفرة يعني تسامح. إنسان أساء لك، تحدث معه بكلمة طيبة مع ابتسامة لطيفة واغفر له، سامحه يعني، أفضل من الصدقة التي يتبعها أذى. قول معروف وصدقة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أن تتصدق ثم تقول أنا أعطيت فلان، تؤذيه بهذا الكلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة السر تطفئ غضب الرب. طب لحظة الموت ما الذي يحدث أيها الأحبة؟ لحظة الموت شيء عجيب يحدث معك أيها الإنسان، والله معظم البشر مساكين. لذلك أنا لا يعني لا يمر يوم إلا وتراني أتذكر هذه الآية المليئة بالحسرة، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. انظروا لمن يستهزئ بهذا النبي، والله أنا أشفق عليه صدقا، أنا أشفق عليه لأنني أعلم المصير الذي ينتظره، والموت قريب من كل واحد منا. لذلك لحظة الموت ما الذي يحدث معك أيها الإنسان؟ وأنفقوا، الله يقول لنا جميعا وأنفقوا مما رزقناكم، يعني يقول لك هذا مال الله ليس مالك، الله هو الذي أعطاك هذا المال أمانة عندك، أنفق منه ويأمرك أن تنفق. تصور إنسان أعطاك مبلغا من المال وقال لك وزع جزء منه، ثم أخذت هذا الجزء، قمة الوقاحة وقمة سوء الأدب وقمة الغدر والغش أن تأخذ المال ولا تعطي منه شيئا. هذا ما يحدث معنا أيها الأحبة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، اللحظة التي ترى فيها ملك الموت وترى كمية الندم والحسرة أنك تركت هذا المال فجأة، الآن مالك بين يديك، أنت الوحيد الذي تملك أن تتصرف به، أن تنفقه، أن تعطيه لمن تشاء. لحظة الموت تدرك أن كل هذا سحب منك فجأة وبغتة، وترى أنك ذاهب إلى مكان لا ينفع
فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لا ينفع إلا العمل. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. يعني يا رب ربع ساعة فقط أنفق وأتصدق، ولكن هيهات. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. موقف قاسي جدا والله أيها الأحبة. الجبال لا تحتمل هذا الموقف، أنك اللحظة التي استنفذت كل الفرص وذهبت في نفق الموت إلى عالم البرزخ، ذهبت وأنت تترك كل شيء ولا تستطيع أن تفعل أي شيء، تطلب من طلبك الوحيد يكون وقتها يا رب أخرني قليلا، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. هنا أيها الأحبة أنا عندما تأملت القرآن العظيم وجدت أطول نص يتحدث عن حكم فقه واحد. يعني نحن لدينا مثلا أهم شيء الصلاة، أطول آية تتحدث عن الصلاة تتألف من عدة أسطر، الصيام آية الصيام عبارة عن 4 أو 5 أسطر، أي عبادة تجد حديث مختصر عنها وموجز، إلا الإنفاق نص في سورة البقرة طويل جدا، أطول نص، وفيه أطول آية في القرآن هي آية المداين أو آية الدين، أطول آية في القرآن صفحة كاملة هي آية واحدة، أطول آية هي آية الدين. هذه الآية آية الدين هل تعلمون أين وضعت؟ موجودة بعد آخر آية نزلت. يعني انظروا أيها الأحبة، قبل آخر آية الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يقول لك يا أخي لا تتعامل بالربا، الله أكرمك وأعطاك الملايين، تريد أيضا تتعامل بالربا؟ أكرم هؤلاء الناس، وإذا أعطيتهم مالا على سبيل الدين أو سبيل بعتهم عقار لا تأخذ ربا عليه، لا تأخذ ربا. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إذا كان هذا الرجل معسر انتظر حتى ييسر الله له شيئا من المال. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سبحان الله، الآية التي قبلها تذكر الصدقة والآية التي بعدها تتحدث عن المداينة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى آخره، أطول آية في القرآن. طيب الرسالة التي أراد الله أن يعطينا إياها من خلال هذه الآية الكريمة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهنا كلمة يوما أيها الأحبة، قبل أن يعني خطر ببالي فكرة، كلمة يوما هنا لو عددنا كم كلمة يوم بالمفرد من أول نزول القرآن حتى آخر آية، لأنه آخر آية فيها كلمة يوم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. كلمة يوما هنا ترتيبها حسب نزول القرآن بين كلمات يوم 365 يعني يوجد 364 كلمة يوم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمفرد، يعني يوم اليوم يوما، هذه حالة مفرد.
364 كلمة، وآخر آية نزل فيها كلمة يوما لتكمل 365، يعني عدد أيام السنة 365. سبحان الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يذكرك أنك ستعود إلى الله. أنت الآن في فسحة، في متعة، في رحلة، مرجعك إلى الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آخر آية نزلت من القرآن ما هي؟ لا يظلمون. آخر كلمة عفوا، ليقول لك الله عادل، تتحدث عن العدل. وبما أن الله لا يظلم، الأولى بك أيها الإنسان ألا تظلم، لأن الله قادر على الظلم ولا يظلم، هو الذي خلق الكون وخلق البشر، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. على الرغم من قدرته على الظلم لا يظلم، وحرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. فكيف بك أيها الإنسان أنت تظلم أخاك الإنسان؟ هذه رسالة تقول لك إياك والظلم. وهنا ملمح آخر سبحان الله يخطر ببالي، أن أول كلمة من القرآن نزلت اقرأ، العلم تمثل عمود العلم، وآخر كلمة نزلت لا يظلمون تمثل العدل. وأي دولة أو أي حضارة يختل فيها أحد هذين الميزانين، العلم والعدل، تسقط هذه الدولة. الغرب الآن لماذا متقدم؟ على الرغم من إباحة الشذوذ الجنسي وأكل لحم الخنزير والكفر والإلحاد، ولكن دول متماسكة لأنهم أقاموا العلم والعدل. وبمجرد أن يختل هذين الميزانين أو المؤشرين تسقط الدول. طيب، هذه رسالة مهمة أيها الأحبة، تدل على أن الذي أنزل القرآن هو الله، أنه بدأ بالعلم اقرأ، وختم القرآن بالعدل لا يظلمون. فهنا ندرك أنك أيها الإنسان لا سبيل لك للحياة السعيدة المطمئنة في الدنيا والحياة النعيم في الآخرة إلا العلم والعدل. فيجب أن تحرص على العلم وتحرص على العدل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. التقوى هنا أيها الأحبة تشمل كل شيء. إذا أردت أن تكذب، انظر أخي الحبيب، أنا هذه الآية أتذكرها كثيرا في معظم المواقف. يجب على كل مؤمن أن يحفظ هذه الآية كما يحفظ الفاتحة وقل هو الله أحد والسور القصيرة. يجب أن يحفظ هذه الآية، وإلا لماذا أنزلها الله؟ فقط لتدون في المصاحف؟ يجب أن تحفظ هذه الآية أخي الحبيب، ولا عذر لك أمام الله، لأنها كلمات قليلة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يجب أن تتذكر هذه الآية كلما هممت بارتكاب المعصية. إذا راودتك نفسك وقلت أنا سأغش فلان أو أكذب على فلان في هذه السلعة لأبيعه هذه السلعة بثمن مرتفع، أو أكذب عليه لأخذ منه مبلغ أكبر من المال، مناسبات كثيرة يعني، تذكر هذه الآية. واتقوا يوما، خافوا من ذلك اليوم. التقوى هنا بمعنى الخوف رقم واحد، والعمل للنجاة من ذلك اليوم، من أهوال ذلك اليوم، وأن تخاف الله وترجو ما عنده. يعني التقوى ليست مجرد خوف أيها الأحبة، التقوى هي الخوف مع الرجاء. طبعا هذا مفهوم شخصي للتقوى، يعني التقوى لها مفاهيم كثيرة، ولكن أنا بالنسبة لي عندما أقرأ هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله،
أكون في موقف مثلا فيه معصية، أتذكر هذه الآية فأعود، واتقوا يوما، يعني أن تخاف من الله ومن عذاب الله وأن ترجو ما عند الله من نعيم، هذه هي التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لذلك اليوم الشباب يعني هناك بلاء النظر إلى النساء، الأفلام الإباحية، المقاطع الساخرة هذه في الإنترنت، اللهو عن ذكر الله، إضاعة الصلاة، الكذب، الظلم، النميمة، أمراض كثيرة ابتلينا بها. كلما هممت بمعصية تذكر هذه الآية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، تذكر أن الله يخاطبك مباشرة. وهنا لم يقل قل يا محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، قل هو الله أحد، آيات كثيرة فيها قل ليذكرك بحبيبك عليه الصلاة والسلام، كأنه هو الذي يخاطبك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني عندما تتذكر هذه الآية تستحضر عظمة النبي فتستحي منه وتغض النظر عما حرم الله. هذه الآية ليس فيها قل، خطاب مباشر بينك وبين الله، لا يوجد واسطة، لأنها آية مهمة وقوية ومباشرة، يريد الله تعالى أن يحذرك من المعصية. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن عليك أيها الإنسان أن تعلم أن هذا الإله لا يظلم عنده أحد، وأنك ستوفى كل حركة وكل كلمة وكل فكرة خطرت ببالك، كل فكرة تخطر، الظن السيء ستحاسب عليه، إذا ظننت ظنا سيئا بالناس، إذا لم تقل خيرا أو تصمت ربما ينالك شيء من العقاب يوم القيامة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في النهاية أخي الحبيب، دعوني أراجع معكم هذه الآية الكريمة، وأرجو أن نحفظها جميعا ونطبقها في حياتنا، نتذكرها قبيل النوم، عندما أخلد إلى النوم أتذكر هذه الآية، فتجدني أسرع لأتوضأ وأصلي ركعتين قيام الليل أو في جوف الليل، خوفا من الله وطمعا بما عنده. عندما يعني أنشغل، عندما يقصدني شخص بخدمة أتذكر هذه الآية فأسرع لخدمته، أسرع لمساعدة الآخرين، أكون مثل الأنبياء الذين استجاب الله دعاءهم. لماذا استجاب الله دعاء سيدنا يونس وهو في بطن الحوت، وسيدنا زكريا وهو الذي بلغ من العمر 70 أو 80 ولم ينجب رزقه الولد، واستجاب دعاء نوح عليه السلام ونجاه من الغرق، واستجاب دعاء أيوب عليه السلام ونجاه من المرض؟ ماذا قال بعد ذلك؟ إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا يعني رغبة بما عند الله، ورهبا يعني رهبة وخوفا من عذاب الله. هكذا حال المؤمن، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أولا ويدعوننا رغبا ورهبا. إذن المسارعة في الخيرات، المسارعة للتصدق بالمال، لا تنتظر أن يأتي من يحتاج المال لعندك، أنت اذهب لعنده، وهذا سيكون، ستجده يوم الموت. لا تتكاسل وتجلس في مكانك وتنتظر حتى يطلب منك أحد، أنت ابحث عمن يحتاج المال، ابحث عن شيء تنفقه في سبيل الله، أبواب الإنفاق كثيرة جدا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية رقمها 281 في سورة البقرة، ووضعها الله تعالى بين آيات الإنفاق والصدقة ليقول لك إن التصدق بالمال يعتبر من أهم الأعمال التي تقيك النار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا المفهوم، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بنصف تمرة، ليس تمرة كاملة، نصف تمرة. فلا تحقرن من المعروف شيئا، أي شيء تستطيع أن تقدمه قدمه على الفور، وسيكون رصيدا لك يوم لقاء الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتصدقين المنفقين الذين يدعون الله رغبا ورهبا، وأن نكون مثل هؤلاء الأنبياء الكرام الذين استجاب الله دعاءهم، وأن نكون من الذين قال الله فيهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أخيرا، لا تنسوا أن تحفظوا هذه الآية رجاء، ستجدها يوم الموت، ستجد هذه الآية أمامك لحظة الموت. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.